الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالسجن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالسجن وصبغ للآكلين وإن لكم نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء أتنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثير ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بذا يقول أهلكت مالا لبدا. يحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي